ازيكم، يا رب تكونوا بألف خير. وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة هيكون تنسيقات لحاجات شي ان اللي انا وريتها لكم الفيديوهين اللي فاتوا. طبعا التنسيقات كلها زي ما بعودكم بيكون فيها الحجاب ثابت، لانه انا بنسق لكم اللبس بس مش بنسق لكم مع الحجاب. لو انتوا حابين تشوفوا كل حاجة كاملة، وطبعا لبس مش مكوي برضو وانه المنظر الاخير للاوتفيتس، روح عندي على الانستجرام هنزل صور هناك ان شاء الله. بس الوقتي على السريع كده تنسيقات، بوريكم كل حاجة نسقتها ازاي. فبس عشان ما اطولش عليكم يلا بينا. طبعا يعني don't judge المكان ورايا، شوفوا السرير عليه اللبس ازاي. الله يعيني. So اول تنسيق هو ده، حطيت البلوفر البنفسجي مع البنطلون الجلد، وحطيت عليهم البلطو ده اللي هو فيه بنفسجي. طبعا البلوفر والبنطلون ممكن يتلبسوا لوحدهم، ممكن ألبس كمان البلوفر ده على البنطلون الجلد التاني الواسع، والبلطو ده برضو ممكن يتلبس لوحده على أيا كان حاجات مختلفة. بس ده يعني تنسيق واحد حبيت أوريه لكم. الباقيين ممكن ابقى اجدد فيهم وانزل صور على انستغرام. طبعا لسه الاوتفيت مش كامل، لسه فيه حزام وممكن اغير لون الحجاب، ممكن اسيبه، ممكن اعمل لفه ثانيه وبوت. طبعا مش لابسه حاجه في رجلي فمش بصور لحد تحت، بس انه كيوت حبيته يعني. So ده الاوتفيت الثاني، لبست الجاكيت ده على الجيبة دي. طبعا مش عارفة اوريكم من تحت عشان لسه المفروض البس بوت. ما عليكم طبعا طول الفيديو من الاصوات اللي بره عشان في رعد وبرق وشتا اخيرا. سو ده الجاكيت، ممكن تقفلوه عادي، انا افضل اني اخليه كده شوية اوفر سايز مبهدل على الجيبة دي. ممكن تلبسوه على اي بنطلون جينز، بنطلون ابيض، اي حاجة. انا يعني حبيت اغير ستايلي شوية، ده مش ستايلي قوي بس حبيت اطلع برا الكومفورت زون. وضفت معاهم الطاقية دي عشان معرفش، حاسة ان هي بتفيد في حاجة. بس تاني تنسيق هو ده، طبعا مش هلبسه على الحجاب ده برضو. بس حطيت البلوفر ده جوه جيبة الجلد، وممكن برضو اطلعه برا الجيبة وأحط فيه حزام. ده يكون يعني تنسيق مختلف ليه. وكمان ممكن أحط حزام، بس لسه مش اشتريتش بقية الحاجات، فعما يوصلوا وأظبط الأوتفيت وأظبط الطقم كامل هبقى أنزلهم في صور على الانستجرام. التنسيق اللي بعد كده هو أوفر سايز البلوفر ده على نفس البنطلون. هو ما فيهوش اي فكرة، جامعي سريع، بس انا مش هلبسه كده يعني. كنت بوريكو لو انتوا عايزين حاجة كاجوال سريعة للنزول ممكن تنزلوا فيه كده، وهوريكو دلوقتي انا هلبسه ازاي. سو اللي عملته برضو اللي دخلته جوه البنطلون وحطيت البلطو ده عليه، عشان انا بحب الستايل ده قوي يعني، بحسه كده سريع بيجي من الاخر. طبعا ممكن البسه على بنطلون ابيض، مش عارفه لسه. بس التنسيق اللي بعد كده هو البلطو ده، لبسته بسيط قوي بس على نفس البنطلون وتيشيرت اسود، بس هبقى البس عليه حجاب بيج اكتر لانه هو ما فيهوش ابيض اصلا، هو سكري. ف بس هو ده. وليه فكرة تانية، ان هو ممكن يتقفل ويتحط فيه حزام عريض انه يمسكه من هنا برضو، هيبقى شكله حلو. التنسيق قبل الاخير هو لبسته ده، حطيت تحته بلوفر اوفر سايز انه حاجة مريحة كده كده. البنطلون مش هيبان لانه هلبس بوت لحد الركبة، فهيكون بس كده وبوت عشان هو اوريدي واسع من فوق فلازم من تحت يكون ضيق. بس يعني ستايل بسيط وسريع
وطبعا بنطلون لو أزرق بيكون أحلى مع الألوان دي. والناس اللي بتحب تلبس layers ممكن كمان تحط شال، هيبقى شكله حلو، هيبقى too much details بس هيدي منظر في الآخر، لأنه الشتاء حلاوة لبسه إن في حاجات كتير فوق بعض. بس الحاجة قبل الأخيرة هو البالتو ده اللي هو كنت قلتلكوا عليه خريفي. طبعا هجيب له حجاب الدرجة دي اللي هي الأورنج المطفي، هيكون أحلى عليه، بس عادي الأبيض حلو برضو. وبس هو ده. وآخر حاجة هو البلوفر القمر ده اللي هو فيه رمع بس مش باينها، شايفين فيه رمع حلو قوي. بس no choice يعني، ده عشان ما خربش هبته هلبسه على بنطلون اسود بس مش جلد، مطفي. يا جلد يا مطفي عادي، الاثنين ينفعوا، او حجاب اسود عادي برضو ينفع. ممكن كمان ينفع على حجاب بيج لان هو فيه بيج. بس هو ده. طبعا ما صورتش كل حاجه، لسه في حاجات كتير في الاوردر اكيد انتوا شفتوني ما لبستهاش، بس دي هسيبها للبوست عشان انا دلوقتي عامله لكم فيديو على السريع. انتوا طلبتوا مني عايزين الحاجات ملبوسه، فعملت لكم فيديو سريع قوي اللي هو كل حاجه كده بوريكم طريقه من طرق لبسها. قد لا تكون الاجمل، اكيد في طرق اجمل للبس الحاجات دي كلها، بس بسيبهم احسن للبوست. فبس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتم مش عاملين، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.